وأعتقد أن نفس هذه القيم هي التي طبعت سلوكنا جميعا في تصريف القرار الحكيم بالانسحاب من حكومة المدعو عبد الإله بن كيران. التي أيدناها بداية رغبة منا في إنجاح هذه التجربة وتأكيدا على الاستثناء المغربي، ورحبنا بتشكيلها عن حسن نية وأردنا لها التوفيق والنجاح صادقين، وتحملنا تعثرها ببطء وبطء أدائها صابرين، وقدمنا لها النصح والمشورة مخلصين، واستفدنا واستنفذنا كل السبل الممكنة، واكتشفنا متأخرين أنهم قوم لا يحبون الناصحين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. حكومة قوم ارتضوا لأنفسهم المراوغة والخداع، واختار رئيسهم نهج الطغيان والاستكبار وأسلوب الأذن الصامة اتجاه الاقتراحات والحلول والبدائل التي تقدمنا بها، وهو أسلوب من يعاني من عجز فادح في استيعاب الأوضاع الجديدة ومن نقص في التكيف مع المتغيرات المتصارعة، أسلوب من يفتعل الغموض واللبس لأنه لا يمتلك أجوبة حقيقية ولا يحمل رؤية إصلاحية.